السلام عليكم متتبعي قناة ميمون رياكسيون، عدنا والعودو. احمد توحشتكم بزاف خوتي حبابي لافامي، توحشنا الفيديوهات اللي كنديرو معكم بزاف. شكرا لكم بزاف الناس اللي كيسولوا فينا، اللي كيصيفطوا لنا ميساجات على لي فيديو القدام ولا في المنتدى وكيسولوا فينا، احنا بخير وعلى خير. دابا تقريبا صافي من جي 4 شهور وانا في المغرب هنايا، من رجعت من تركيا. غبرتي شويه على صراحه على اليوتيوب. كنت باغي ندير شي تجارب وسط المغرب هنا، نشوف المغرب، نتخالط مع الناس، نشوف بواحد العين اخرى، نشوف شنو تبدل في هذه 5 سنين هذه في المغرب اللي غبرت، نشوف بزاف د الحوايج، ندخل السوق الى اخره، باش ناخد واحد الفكره واضحه على الشباب المغربي كيهاجر، على الشباب المغربي ما كيبغيش يدير بروجي، على الشباب المغربي ما كيبغيش يخدم في المغرب. وكنت كنقول دائما كان الراي ديالي انه فعلا راه كاين ما يدير هنا في المغرب، ولكن هذا ما كاين ما يدير بيناتها، يعني اونتر بارونتيز، يعني صراحة الإنسان تقدر يغير القناعات ديالو. أنا من الناس اللي غيروا القناعات ديالي بزاف في المغرب، من ديك القضية ديك لاكوتي ديال كاين ما يدار في المغرب، كاين ما يدار اونتر بارونتيز، خصها واحد الشروط توفرك في المغرب إلا بغيتي دير شي حاجة هنا بار كونتر لوروب. دونك كاين ما يدار في المغرب ولا ما كاين ما يدارش، غادي نشوفوا هذا الشيء في هذا الفيديو هذا اللي ديال هذه الحلقة ديال اليوم إن شاء الله. وكذلك غادي نهضروا على الموضوع الثاني اللي هو واش كاين ما يدار حاليا في اوروبا، واش اوروبا تستاهل تخسر عليها 8 مليون وانت غير حارق يعني بلا ورق بلا والو، او تستاهل تشري على ودها كونترا ب 12 ولا 14 مليون باش تمشي لاوروبا، وعلاش ما تستثمرش هاد 14 مليون 12 مليون في المغرب، شنو هو الفرق؟ دونك انا غنكون حيادي وغنكون صريح معكم في هاد الحلقه هادي، وغنحطوا النقاط على الحروف وبلا عاطفه بلا حتى شي حاجه. جربت وعشت هنا ولهي شفت لا ديفيرون، دابا عندي واحد الفكره واضحه اللي غادي نشاركها معكم اليوم ان شاء الله، وغتستافدوا منها، ومن خلالها الناس اللي مقبلين على الهجره غادي يقرر واش يغامر ولا يريح بحالته ولا يخدم في البلاد. دونك بقاو معنا الخوت بعد الاشهار. الوقت كطير شكيت في المكانة، كنضرب دو طاف باش كنطلع لقانا، كنشوف الحقيقة في القرعة عريانة، ما تسولنيش علاش باغي نحرق انا، عقلية خاسرة بلاصتي في امريكانا، واش القضية محزوقة ولا غير عندي انا. اذا غادي نهضروا الخوت على واش كاين ما يدار في المغرب، واش كاين ما يدار في المغرب. صراحة باللي يعني شفت حاليا هاد الغلاء اللي كاين في المغرب ديال الاسعار، وهاد الغلاء في المعيشه، الكره طالع، خضره طالعه، كلشي طالع، السكر طالع، ليسانس، مازوت، الموفمون، مقابل انه ما كاينش مدخول او كاين مدخول محدود. انا كنشوف موظفين، شفت اساتذه تقربت منهم، سولت الناس كيفاش كيجيروا الدنيا، الناس اخويا هادو الناس موظفين، كنقول لك غادي غير بالصبر. تجارة، انا دخلت لسوق التجاره، انا بعت وشريت مع هاد الناس هادو، دخلت معاهم وعاشرتهم في السواق وفي المارشيات وفي الفراشات وفي كل شيء، كنت كنمشي بالطوموبيل ديالي وكنهز السلعه ديالي، كنمشي لكازا نعمر طنطر، ومازال دابا تنبيع ونشري، يعني مازال دابا عندي السلعه ديالي وكنتحرك، يعني باش ما تقولش شي واحد اللي راه التجربه ديال واحد فاشل ولا التجربه ديال واحد كيجرب باش يقتنع نيت شنو كاين في هاد البلاد. الوغ مشيت ما خليت ما درت، بعت ما خليت ما بعت، نوعت السلعه كذا هذا، وتعاشرت مع ناس وتخالطت معاهم، الناس اخويا مقاتله، البيع والشراء ميت في مره، الحركه الاقتصاديه ميته، وهذا الشيء بسبب اش؟ ماشي مغاربه ما تيبغوش يشريو، هذا الشيء بسبب القدره الشرائيه مهلوكه الى حد اقصى. انا تنقول لك موظفين تيعانيو في هذه البلاد، فما بالك هذه البيع والشراء، بزاف ديال البيع والشراء اللي لقيتهم تيقول لك اودي ما كراتكم كانت شي كونطرا ولا شي فيزا ولا شي حرقه، هذا بيع وشراء شراء. يعني انا كنت كنقول لك سير بيع وشراء على راسك، انا ماشي كنقول لك فشلي، كنقول لك راه التجاره كلشي مليكي دايره، كاين ناس خدامين بالعقل وكذا وهذا، مي كما قلت لكم في البدايه الحلقه كاين شروط النجاح داخليا، كاين شروط النجاح بار كونتر اوروبا اللي غننتقلوا لها دابا في الحديث، اللي ما كتحتاج واحد الشروط معقده باش انك تنجح فيها، كتحتاج فقط تكون راجل، تكون راجل وكتحفر فيه داك المجهود، يعني المجهود اللي كديرو مثلا في شركه الكابلاج كتخدم فيها 8 السوايع في المغرب في النهار وكتاخد فيها 1500 2000 درهم، دونك داك نفس المجهود غادي ديرو في فرنسا غتاخد عليها 2000 اورو 2500 اورو، وهكذا نفس المجهود اللي كدير في الفلاحه. دونك حنا ماشي مغاربه ما كايناش خدمه، كاينه خدمه بصادير طايح بزاف، داك الصادير طايح بزاف ما كيخليش ان الناس يطلقوا الصرف ويتقداو ويتسوقوا ويكون ديك الحركه ديال الرواج، الناس مساكن اللي كيمشيو يجيبوا سلعه ويحطوها كيبقاو غيتشمشوا. جا العيد الكبير، عيد عرفتي العيد الكبير كيفاش داز؟ كارثه صاحبي، راه الحواله ب 80 ريال 90 ريال،
راه صراحة راه لا إله إلا محمد. أنا كنت شريت شي خرفان أنا جهد ديك 3000 2500 درهم باش نعاود فيهم البيع، دوزو عندي شي 3 شهور ولا 4 شهور بحال هكاك. عرفتي داكشي اللي كلاو كتر من داكشي باش بعتهم، قسما بالله والله إلا كتر من داكشي باش بعتهم في هاد العيد الكبير هذا اللي داز. قلت زعما ندير واحد البيزنيس الخرفان، ساعي بيزنيس ما في دير مو ما يتشاف. عموما ماشي مشكل، الله يخلف الناس اللي كلاو الحمد لله دوك الخرفان بصحتهم وراحتهم، اقسم بالله وكلناهم بالنية وداكشي مسائل ما عليناش. دونك انا كنقول لكم شي، شوف خاي ديالي غنجيك من الاخر، غنجيك من الاخر، غنجيك من الاخر واسمع مني مزيان. شتي خاي ديالي الا لقيتي فرصه تزهق من هاد البلاد راه سير لي ساهل عليك، انا نقول لك اللي كاين والله القسم. وما تكون تسولنيش عليا انا ولا علاش انت ولا انا شغلي هذا، انا ما تسولنيش على راسي انا، انا كنقول لك نصيحه ديال اخ الاخو بالعقله، ماشي تلوح راسك في البوطي ولا تمشي تنتحر ولا تمشي تموت وتقول قال لي فلان ولا لقيتي كونطرا تستاهل اخويا. واش تستاهل اوروبا تشري كونطرا ب 14 مليون؟ تستاهل. انا ما انا كنت كنقول ما تستاهلش، تستاهل اخويا تستاهل. 14 مليون غدير بروجي غتبقى تشوف فيه في المغرب هنايا، والربح انت حنا مغاربه باغيين الربح السريع وباغيين نتبرعوا وباغيين تفتحوا. الا كانت عندك ديك 14 مليون هي اللي كتكسب وحطيتيها راس مال، غادي تبقى تصرف من الارباح ديالها وغتلقى راسك شي مدخل شي فشي تلموس شي الوالده مالين طار طق طق طق، وغتلقى راسك تضري في داك السوق ديال الهرويين، فهمتي؟ ولا سوق الكلب في الرباط ولا سوق القريعه، المهم غتبقى عاد كدور. دونك هذيك 14 مليون اخويا الا كانت عندك النيت وكنتي دماغ وعندك حرفه ودماغك عامر وشاد شويه اللغات ومريقل الامور ديالك وكاينه كونترا سكوره حتى ب 14 مليون، اغبر انضطر والله تترجع في عامين 3 سنين وكثر وبالطوبل بحرفتك في اوروبا سالينا. غتمشي بكونترا هذا، سوا غتمشي في فيزا وعندك حرفتك وكذا، غتوصل غتخدم غتخدم. حنا قلنا انت خصك توفر راسك ظروف النجاح في اوروبا، واخا هذاك اللي غيدير التسليمات غيمشي على رجلو ما عنده لا فيزا لا كونترا، غيدير الطريق ديال تركيا اللي كتهمنا. وبالمناسبه الناس اللي كيسولوا على الطريق غنخليوها حتى الاخر ديال الفيديو ونقول لكم كي دايره الطريق هاد الايامات. الوغ دوك الناس اللي بغاو يمشيو على طريق تركيا كيسولونا بزاف في التعليقات مؤخرا شحال وصلت تسليمه، شحال ولات كتقام عليك، وما فيها بس نعاودو نحسبوها معكم من جديد لان الاثمنه كتغير والظروف كتغير. الو قلت لك عندك من هنا من المغرب بعدا راه واحد المليون كيمشي لك، ما بين التيكي ما بين كذا ما بين المسائل ديالك اللي غتقدا وكذا ولا العيبات ديالك، وفيها حتى الكره ديال الهي وكذا، وهذا فيها واحد المليون. زيد عليه واحد 3 المليون ديال التسليمه ديال صربيا، زيد عليه واحد 3 المليون تسليمه ديال هنغاريا النمسا، هي 7 غطيح لك، وسبعه ونص 7 وتفات في 8 وشي، ولا كطيح وكتعاود وكذا كطيح لك حتى في 9 تلقى راك واكل حتى 10 11 غادي تطحن دير ما في ديك الطريق. غتقول لي بزاف عزيزي المحزوق، كنقول لك اودي اخي ديالي في هاد الظروف ديال المغرب ما بزاف حتى لعب غامر او غادر. عرفتي اش كدير اخي المحزوق؟ بحال كتعمر شي ورقه في الكوطيه، كتعرف الكوطيه فوت كدير اكس لاز والدوس وكذا وهذا واللعيبات، وكدير البي بليس كاتو ولا ندي كاب وكذا واللعيبات وهذا، فهمتي؟ على فريت الناس اللي مولفين بالتعمار بقيت تابع داك الكوتي فوت، فهمتي؟ بار هاد الحركه هادي خا ديري تقميره. دابا غادي نجيو للظروف كيفاش دايره دابا مثلا هاد الحركه ديال التسليمه كيفاش دايره حاليا دابا في تركيا. اول حاجه حضيو منها راسكم، كنتواصل مع الناس في تركيا حاليا، كاين اصدقاء ديال لي زامي كيقول لك كثروا النصابه بزاف، كثروا عليا البنات جيبوا لي حياه، كيقول لك كثروا عليهم النصابه بزاف في تركيا. اتونسيون الا كنتي باغي تمشي باغي تثق في شي واحد ولا شي حاجه، عرف الناس معاهم كتمشي، شوف الناس اللي ديجا مشاو معاهم صحابك اللي كيسمعوا عليهم، الناس اللي وجهك شي واحد اللي كونفيونس، شي واحد اللي يقول لك فلوس كيبقاو ضامن عند شي واحد ولا شي واحد كتعرفو كتثق فيه ضمنهم. المهم رزقك ما يمشيكش، راه اصعب حاجه في هذه الهجره ديال تركيا هي انك ما تحرق ما والو تمشي لك ديك 3 مليون ولا جوج تنصبوا على الناس مبالغ كثير، ومازال الناس كيتنصبوا عليهم، فدائما هذه من قوانين اللعبه. دونك عزيزي المحزوق انت باغي تمشي لتركيا وباغي تحرق على طريق اليونان، سواء بالرجل سواء باغي تحرق بالرجل بلغاريا، سواء انت عندك شويه الماده وباغي تسهل على راسك الامور بالتسليمه، سواء باغي دير اي حاجه خاصك دير واحد البروغرام وتعرف شنو تابعك عزيزي المحزوق في هذه الرحله هذه ماديا ومعنويا. من الاخر من الاخر القرار ديالك انت، واش تمشي ما تمشيش انت،
حتى واحد ما يقول لك شوف، ودوك اللي كيبقاو عليه تشجع ما تشجع، دبروا راسكم. ما غاديش نجاوب انا كاع التعليقات، انا كنهضر مع الرجال اللي باغيين يصوفيو راسهم، الناس اللي قدها وقدول، فهمتيني؟ وتا اللي تا اللي تا اللي بعد ما كان باغي يمشي وتراجع ولا كذا، المهم خدا فكره، او موان خدا فكره. خويا باغي تمشي في هذه الطريقه، راه ما ساهلاش، باش نجيك من الاخر، راه ما ساهلاش هذه الطريقه، صعيبه، كتبغي الرجال، انما الرجال فوارس ولا سلطه تعلو على النسوان، اني خيرت كيف اختاري. وبالمناسبه على سلامة خويا عبد الرزاق، هذا الاخ ديالي كان داز عندي في تركيا، ومشى على رجله ضربها بالرجل كامله، طراجي كامل تا النمسا ضربو كامل بالرجل، الله يعطيه الصحه. ودابا راه دار وريقاتو في البرتغال وراجع، كان جا كان داز مينور يعني قصير صغير باقي كدا في 2021، دابا راه 2024 راه صاب وريقاتو تقريبا 3 سنين قل شويه، عامين وشي حاجه، دار وريقاتو عامين ونص دار وريقاتو، فعلى سلامته. وبالمناسبه ماشي غير هو، كاع الدراري كنبغي نسلم عليهم اللي وصلوا، ويلكم فاطمه الزهراء الحيه، هادو كلهم داروا وريقاتهم تما في اوروبا. الملالي الدراري بزاف يعني، حيقو، محمد امين، زينب، مريم، بزاف ديال الناس اللي كنعرفوهم اللي كانوا دازوا معنا ديزامي في تركيا، ودازوا سواء البرتغال اسبانيا وطاليان، كلهم داروا الورق، حتى فرنسا داروا الورق، دونك الناس داروا الورق، ما بقاوش اشكاليه في الورق، وكاين اللي دخلوا فيهم البلاد بحال الملالي بحال الخوادري بحال بزاف الناس، على سلامتهم هذا المنبر هذا. دونك حتى هما كانوا عارفين نفس الاخطار، ومشوف واحد القيده كانت العصيده، كاين فيهم بحال ويلكم طايح 7 المرات ولا اكثر، كاين داك اللحيه هذاك سفير النوايا الحسنه غادي جاي في ديك الطريق ديال بلغاريا واليونان، حافظها اكثر ما حافظ، فهمتي، حافظ الغابه اكثر من الحلوف، فهمتي، ماشي اكثر، حسبت تعيا شي 30 40 50 مره، حسب هذاك اللحيه كيطيح ويمشي ويجي عادي، عنده راه فرنسا خدام، سوسي ولد قادر الله يعمر ليه الدار من المنبر الا كان كيسمعني، وتحيه ليه ولاد الناس كاملين اللي عاشرناهم في تركيا واللي دازو، والحمد لله شي كيشرفنا وكيفرحنا بزاف اننا كنا معاهم، اللي بدات علاقتنا وملي جاو عندنا وملي كذا تواصلنا معاهم، ما كاينش مشكل. الوغ باغي تمشي اخويا عزيزي المحزوق، خاصك تكون عارف شنو تابعك من الاخر، صافي عارف الطريق، شتي الطريق فيها الكامب، فيها تقدر تكريسها، فيها تقدر داك الفلوس اللي غاديها تقمر بها تمشي لك، فيها تقدر توقع لك شي حاجه، تضرب مع شي حاجه، طيف مع شي حاجه، سي سالافي، سنه الحياه. واش قادر تشق الطريق ديالك ودوز وتخرجات لك تخرج ليها ولي ليها ليها، يا توصل يا ترجع بحالك بحال الناس اللي كيمشيو دابا وكيوصلوا وكاين اللي كيرجعوا. ما قادرش اخويا، بغيتي غير الجنه، وبغيتي غير نصوروا لك الدنيا زوينه، وبغيتي غير نقول لك اودي راه ما كاين لا عسكر لا والو، ادخلوها سالمين غانمين، غتوصل لاوروبا، راه ما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. وقل لمن يريد صفوان بلا كادر لابد في العيش من صاب ومن عسل، مزيان العسل هو اوروبا، وصاب هو ديك الهرماكه والزروطه اللي ممكن تاكل، في اطار ما يسمى بالفشل الحرقاوي، فهمتيني اخويا. اذا كانت هذه الخلاصه ديال جوج مواضيع اللي هضرنا عليهم، وكنتمنى العوده ديالنا من المنبر ديال هذا الفيديو هذا تكون عوده ميمونه ان شاء الله، ونتواصلوا معكم على طول، ونبقاو نجاوبوا على الاسئله ديالكم، وكذلك الاسئله ديالكم ديروها على شكل فيديوهات مختصره، اللي فكره جاتني نبقى ندير جوج دقائق ولا دقيقه ونص، نعطي فيه جواب على موضوع معين او سؤال معين، ونسد الفيديو. تابعونا الخوت، العائله ديالنا في يوتيوب اليوم وصلت 20,000، شكرا لكم بزاف، يعني حتى انني كنت متغيب على القناه ما كنحطش محتوى، كانوا المشتركين كيتزادوا وكيتقوا في القناه ديالنا من خلال الفيديوهات والمرجع والارشيف اللي خليناه صالح لكل زمان ومكان باذن الله، لان فيه معلومات قيمه وفي نصائح مزيانه. الاخ المحزوق، اخوكم المحزوق ميمون، كيحييكم ميمون على قناه ميمون رياكسيون، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، كنبغيكم بزاف. الوقت كطير شكيت في المكانة، كنضرب دوطاف باش كنطلع لقانا، كنشوف الحقيقة في القرعة عريانة، ما تسولنيش علاش باغي نحرق انا، عقلية خاسرة بلاصتي في امريكانا، واش القضية محزوقة ولا غير عندي انا.